بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم بقى إن شاء الله دلوقتي في نطاق تطبيق القانون من حيث الزمن، يعني إمتى نطبق القانون. قلنا بنطبق القانون بأثر فوري أو بأثر مباشر. يعني إيه أثر فوري أو مباشر؟ أي بنطبق القانون من تاريخ نفاذ القاعدة القانونية. طب القاعدة القانونية تبقى نافذة إمتى؟ بعد مرور 30 يوم حسب الأصل من نشر القاعدة القانونية. بعد ما يمر 30 يوم حسب الاصل من نشر القاعده القانونيه في الجريده الرسميه تبقى القاعده القانونيه نافذه. يعني ايه نافذه؟ تبقى ملزمه ويقع الجزاء على من يخالف احكامها. ده اسمه الاثر الفوري للقانون. الاثر الفوري او المباشر للقانون يعني ايه؟ تطبيق القاعده القانونيه على مين؟ تطبيق القاعده القانونيه على مين؟ بنطبقها من تاريخ نفاذها. من تاريخ نفاذها نطبقها على جميع الأشخاص الموجودين على الإقليم الدولي. طيب هل يجوز تطبيق قانون بأثر رجعي؟ لا، الأصل إن لا يجوز تطبيق قانون بأثر رجعي، لا يجوز تطبيق القانون على الماضي. القانون بيطبق على الأحداث والوقائع التي تحدث بعد نفاذه، وده اللي اسمه الأثر الفوري للقانون. يعني إحنا مثلا على سبيل المثال لو حددنا قانون عدل من سن الجواز، بدل ما 18 سنة بقى 25 سنة، يقول لك ده يطبق على اللي هيتجوزوا بعد نفاذ القانون. يعني العاقب اللي هيتجوز بعد نفاذ القانون بالمخالفة للقانون، لكن اللي اتجوز قبل كده لا، ما خلاص مالناش دعوة ما نطبقش عليه، إن لا يجوز تطبيق قانون مؤثر رجعي. الأثر الفوري للقانون يعني بنطبق القانون على الأحداث والوقائع التي تحدث بعد نفاذه. يعني لما انبه عليك مثلا ما تعملش كذا، ما تعاقبنيش على الفعل ده اللي كنت عملته قبل كده، لان انت بتشبهت عليا، لكن طالما نبهت عليا بتعاقبني على الاحداث والوقائع اللي حدثت بعد نفاذ القانون، بعد التنبيه علينا، بعد نشر القانون في الجريده الرسميه. ده المقصود به الاثر الفوري او المباشر للقانون، وهو نفسه عدم المبدا عدم تطبيق قانون بالاثر الرجعي. يعني لا يجوز تطبيق القانون على الايه؟ الماضي. ايه الاعتبارات اللي على اساسها لازم نطبق القانون باثر فوري او مباشر وما نطبقوش باثر رجعي؟ اول اعتبار هو اعتبار المنطق القانوني. المنطق القانوني يقول لك ايه؟ ان انت ما تطبقش القانون الا على الاحداث والوقائع اللي بتحدث بعد نفاذه. ما تطبقش القانون الا على الاحداث والوقائع اللي بتحدث بعد نفاذه، وبالتالي الاحداث والوقائع اللي حدثت قبل نفاذه انت مالكش دعوه بيه، لان نطاق الزاميتك انت بتبدا بعد نفاذ القانون مش قبل نفاذ القانون. باول ما اعتبار بيخليني اطبق القانون باثر فوري او مباشر هو اعتبار الايه؟ المنطق القانوني. تاني اعتبار يخليني اطبق القانون باثر فوري او مباشر هو اعتبار العداله. ان مش من العدل اطبق القانون على الناس في فعل هو كان مباح وقت ما كانوا بيعملوه. زي ايه؟ افرض في واحد مثلا كان متجوز والقانون بيسمح له يتجوز وعنده 18 سنه، جه القانون بعد سنتين عدل سن الجواز وقال لا سن الجواز 25 سنه، ازاي عاقبك انت اللي اتجوزت سنه 18 سنه بالقانون الجديد؟ يقول لك ما ينفعش، ده مش عدل، لان وقت ما انا اتجوزت وانا عندي 18 سنه كان الفعل ده مباح في القانون القديم. ده مش من عدل تحاسبني على فعل كان مباح في القانون القديم عشان انت جرمته في قانون جديد. يبقى هنا تاني اعتبار اللي هو ايه؟ اعتبار العداله. يبقى اول اعتبار اعتبار المنطق القانوني، تاني اعتبار اعتبار الايه؟ العداله. ثالث اعتبار اعتبار استقرار المعاملات. ان انت لو طبقت القانون باثر رجعي هتبرجل الدنيا. يعني زي ما احنا بنقول دلوقتي، افرض احنا حددنا سن الجواز 25 سنه، لو طبقته باثر رجعي يبقى انا هقبض على اللي اتجوز عند 24 و23 و18. طب ده هتعمل لي عدم استقرار في المعاملات، هتبرجل لي الدنيا. يبقى لا، في ثلاث اعتبارات يخلوني لازما اطبق القانون باثر فوري وما اطبقوش باثر رجعي. اطبق القانون باثر فوري وما اطبقوش باثر رجعي. الاعتبار الاول لتطبيق القانون باثر فوري هو اعتبار المنطق القانوني. الاعتبار الثاني اعتبار العداله. الاعتبار الثالث هو اعتبار استقرار المعاملات. هو اعتبار استقرار المعاملات. كده بس نقول خلي بالك بقى، يبقى كده احنا عرفنا يعني ايه المقصود بالمبدا الاصل الفوري والمباشر للقانون، وعرفنا بعد كده ايه المقصود بمبدا الاثر الرجعي للقانون، والاثنين نفس الايه؟ نفس المسمى. مبدا الاثر الفوري للقانون هو نفسه مبدا عدم تطبيق قانون باثر رجعي. بس نقول لك في حاله معينه ممكن على سبيل الاستثناء نطبق القانون باثر رجعي، بس لو توفر اربع شروط. يبقى على سبيل الاستثناء ممكن نطبق القانون، الجزئيه دي مهمه قوي، ان احنا ممكن على سبيل الاستثناء نطبق القانون باثر
على سبيل الاستثناء ممكن نطبق القانون بأثر رجعي. ايه الحالة دي؟ قال لك لو توفر 4 شروط. ايه الاربع شروط اللي ممكن فيهم نطبق القانون بأثر رجعي؟ تقول لي الشرط الاولاني. ايه هو الشرط الاولاني؟ الشرط الاول لو صدر نص من المشرع على تطبيق قانون بأثر رجعي، ان المشرع هو بيحط القانون يحط نص فيه ان يتم تطبيق هذا القانون بأثر رجعي حتى تاريخ كذا، يبقى في نص ان المشرع على تطبيق قانون بأثر رجعي. طيب الحالة الثانية أو الشرط الثاني، قال لك الشرط الثاني إن لازم النص اللي المشرع عليه نص عليه بتطبيق قانون بأثر رجعي يكون موافق عليه ما يقلش عن 2/3 مجلس النواب، يعني أغلبية خاصة. لازم اللي يوافق على تطبيق قانون بأثر رجعي أغلبية خاصة ما تقلش عن 2/3 مجلس النواب. الشرط الثالث إن اللي هيطبق بأثر رجعي ده يكون قانون مش لائحة، يكون تشريع مش لائحة، يكون لان اللوائح لا يجوز مطلقا تطبيقها باثر رجعي. كده كام شرط؟ 3. الشرط الرابع بقى والاخير، قال لك لازم القانون ده ما يكونش قانون جنائي اسوأ للمتهم، وما يكونش قانون جنائي مؤقت، وما يكونش قانون ضرائب. يبقى الثلاث قوانين دول ما بيطبقوش خالص باثر ايه؟ رجعي. يبقى في 4 شروط عشان اطبق بيهم القانون باثر رجعي: لازم نص صريح من المشرع، ان يكون في اغلبيه خاصه ما تقلش عن 2/3، ان يكون قانون مش لائحه، ان ما يكونش قانون جنائي اسوأ للمتهم، ولا يكون قانون جنائي مؤقت، ولا يكون قانون ضرائب. يعني خلي بالك بقى، يعني لو القانون الجنائي اصلح للمتهم ممكن نطبقه باثر رجعي. طب امتى القانون الجنائي يبقى اصلح للمتهم؟ قال لك القانون الجنائي بيبقى اصلح للمتهم امتى؟ في حاله ايه؟ قال لك في حاله اذا كان بيخفف العقوبه، او في حاله اذا كان بيخلي الفعل مباح بعد ما كان مجرم. يبقى في حالتين القانون الجنائي فيهم بيبقى أصلح للمتهم، في حالتين القانون الجنائي فيهم بيبقى أصلح للمتهم: 1 لو القانون الجنائي بيخفف العقوبة فكده أصلح للمتهم، 2 لو القانون الجنائي بيخلي الفعل مباح بعد ما كان مجرم. لو القانون الجنائي بيخلي الفعل مباح بعد ما كان الفعل إيه؟ مجرم. طب هنركز في إيه؟ لو القانون الجنائي بيخفف العقوبة هنا مش هنطبقه بأثر رجعي إلا لو كان ما لو كان ما صدرش في القضية حكم نهائي وبات، لكن لو صدر في القضية حكم نهائي وبات ما نطبقش القانون بأثر رجعي. يبقى إمتى القانون الجنائي الأصلح المتهم اللي بيخفف العقوبة يطبق بأثر رجعي؟ لو ما صدرش حكم نهائي وبات. طب القانون اللي بيخلي الفعل مباح، لا ده هيطبق بأثر رجعي حتى لو صدر حكم نهائي وإيه؟ وبات. كده يبقى إحنا خلصنا النطاق تطبيق القانون من حيث الزمان ومن حيث المكان ومن حيث الأشخاص. كده يبقى بقينا موضوعين مهمين قوي: موضوع تفسير القانون وموضوع إلغاء القانون. تفسير القانون وإلغاء القانون، المقصود بقى بتفسير القانون أو بتفسير القاعدة القانونية، المقصود بتفسير القاعدة القانونية هو إزالة ما بالقاعدة القانونية من لبس أو غموض. المقصود بتفسير القاعدة القانونية هو إزالة ما بالقاعدة القانونية من لبس أو غموض، أو إزالة الغموض من القاعدة القانونية، أو تحديد مضمون القاعدة القانونية. يعني إيه يا دكتور؟ ده إحنا قلنا أهم ميزة في القاعدة القانونية إنها بتتسم بالوضوح عشان مكتوبة. يقول لك أه ممكن تتسم بالوضوح بس اللفظ يحتمل أكتر من معنى. زي إيه؟ لما بنقول لفظ السلاح الأبيض هنلاقي لفظ غامض مثلا، أو لفظ السرقة ليلا تعد ظرف مشدد. كلمة الليل في السرقة ليلا دي لفظ غامض. غامض يعني إيه؟ هل الليل المقصود بيها مشردة وقت غروب الشمس، ولا وقت أيلولة الناس للنوم والراحة والسكينة؟ هل السلاح الأبيض ده مطوة ولا موس ولا عصافة ولا مشرط ولا سنجة؟ فلا، بالرغم إن اللفظ واضح بس يحتمل أكتر من إيه؟ من معنى. هنا هيبقى في لبس أو غموض، يبقى محتاجين نحدد مضمون القاعدة القانونية. قال لك العملية اللي بنحدد فيها مضمون القاعدة القانونية دي اسمها التفسير. بقى هو التفسير هو تحديد مضمون القاعدة القانونية، إزالة ما بالقاعدة القانونية من لبس أو غموض. إزالة ما بالقاعدة القانونية من لبس أو غموض، ده اسمه الإيه؟ التفسير. تفسير وإزالة ما بالقاعدة القانونية من لبس أو غموض، تحديد مضمون القاعدة القانونية، يبقى ده اسمه إيه؟ التفسير. طيب نيجي نقول عندنا كم نوع من التفسير. قال لك إحنا عندنا 4 أنواع من التفسير. التفسير قد يصدر عن المشرع، وده بقى اسمه تفسير تشريعي. تفسير قد يصدر عن القضاء واسمه تفسير قضائي. تفسير قد يصدر عن الحكومة وده اسمه تفسير إداري. التفسير قد يصدر عن فقهاء القانون أو أساتذة القانون واسمه تفسير فقهي. يبقى عندنا 4 أنواع من التفسير: تفسير تشريعي، تفسير قضائي،
تفسير فقهي، تفسير إداري. طب بالنسبة للتفسير بالتفسير التشريعي، قال لك التفسير التشريعي ده تفسير ملزم. ليه ملزم؟ لأن اللي أصدر القاعدة القانونية المشرع هو اللي هيفسرها، وده أقدر واحد يفسر القاعدة القانونية، لأن هو اللي قال الكلام، هو اللي حط القاعدة، فهو اللي يحدد لنا مقصوده إيه من القاعدة، هو اللي يحدد لنا مضمون القاعدة، هو اللي يحدد لنا اللبس أو الغموض الصادر من القاعدة. يبقى هنا أول خاصية في تفسير التشريع إن تفسير ملزم. تفسير التشريع لما بيجي بيطبق بأثر رجعي. يعني إيه بأثر رجعي؟ يعني دلوقتي مثلا القاعدة اللي بتقول إن الليل ظرف مشدد في جريمة السرقة، كانت مثلا نفرض ان هي كانت سنة 2019 وانا فسرتها في 2020، ما اجي اطبق التفسير ده اطبقه من 2020 ولا من 2019؟ قال لك وانت بتفسر انت ما ضفتش جديد، انت بتوضح غموض قبل كده، فنطبقها من تاريخ نفاذ القاعدة الغامضة، بنطبقها بأثر رجعي من تاريخ نفاذ القاعدة الايه؟ الغامضة. يبقى هنا في التفسير التشريعي بيفسر بأثر رجعي. يبقى أول خاصية في التفسير التشريعي تفسير ملزم. يعني ايه ملزم؟ طالما المشرع فسر الكل يلتزم بالايه؟ بتفسير المشرع، القاضي يلتزم والحكومه تلتزم والفقه يلتزم، انه تفسير ايه؟ ملزم. طب التفسير التشريعي بيطبق باثر راجع من تاريخ غموض، من تاريخ نفاذ القاعده الغامضه. طب مين اللي بيعمل التفسير التشريعي؟ تفسير التشريعي قد يصدر عن المشرع وقد يصدر عن الجهه اللي فوتها المشرع. يبقى اللي يفسر ممكن يكون المشرع او جهه فسر فوتها مين؟ المشرع. طب نقول لك في بقى المشكله، المشرع وهو بيفسر ممكن يعدل من القاعده. عايزين نعرف ايه الفرق بين التفسير التشريعي والتعديل التشريعي. في التفسير التشريعي انا بزيل الغموض الوارد في القاعده القانونيه، بحدد مضمون القاعده القانونيه، ما بضيفش جديد. لكن في التعديل التشريعي لا، ده انا بغير من حكم القاعده القانونيه، بضيف حكم جديد او بشيل حكم قديم او بضيف حكم تاني، لا بعدل في حكم القاعده القانونيه. يبقى اول فرق بين التفسير التشريعي والتعديل التشريعي هو من حيث ايه؟ مفهوم كل واحد في دول. التفسير التشريعي بحدد مضمون القاعده القانونيه الغامضه او بزيل اللبس او الغموض اللي في القاعده، لكن التعديل التشريعي لا، ده انا بعدل من حكم القاعده، بضيف حكم جديد او بشيل حكم قديم. طيب كده الفرق بين الاثنين. طب من ناحيه الجهه اللي بتفسر، نقول لك في التفسير التشريعي ممكن اللي يفسر المشرع او الجهه اللي فوتها المشرع، لكن في التعديل التشريعي اللي يعدل بس المشرع، اللي يعدل بس الايه؟ المشرع. فالجهه اللي فوتها المشرع ما تعدلش، هتفسر بس لكن ما تعدلش. طب تالت فرق ان التفسير التشريعي بيطبق باثر رجعي، لكن التعديل التشريعي بيطبق باثر ايه؟ فوري. بأثر فوري ان من تاريخ نفاذ التعديل التشريعي لازم يتنشر في الجريده الرسميه ان جاب حكم جديد او غير من حكم القاعده. طيب ده التفسير التشريعي. التفسير القضائي ده تفسير غير ملزم وبيصدر من القاضي، وبيصدر امتى؟ في حاله نظر القاضي للنزاع، لو لقى لبس او غموض الحكم بيفسر عند فصل في النزاع ده، وده تفسير غير ملزم لا للقاضي نفسه ولا لغيره من القضاه. طب التفسير الفقهي ده التفسير اللي بيفسره اساتذه القانون، هم بيشرحوا القانون في كتابهم، ده اسمه تفسير فقهي وبرضه مش ملزم. طب التفسير الاداري ده التفسير اللي بتفسره الحكومه عن طريق تعليمات لموظفيها واداريه، برضه ده مش ملزم، برضه مش ملزم، برضه مش ملزم لمين؟ للحكومه، مش ملزم للحكومه. يبقى كده عرفنا التفسير وحددنا انواع التفسير. نيجي بقى للموضوع الاخير في نظريه القانون، هو الغاء القاعده القانونيه. هو إلغاء القاعدة القانونية. إيه المقصود بإلغاء القاعدة القانونية؟ قال لك إلغاء القاعدة القانونية يعني إزالة الإلزام من القاعدة القانونية. المقصود بإلغاء القاعدة القانونية يعني إزالة الإلزام من القاعدة القانونية. يعني إيه إزالة الإلزام من القاعدة القانونية؟ يعني إنهاء العمل بالقاعدة القانونية، يعني تجريد القاعدة القانونية من قوتها الملزمة. يعني تجريد القاعدة القانونية من قوتها الملزمة. طيب. يبقى هنا بحكم بوفاة القاعدة القانونية. يبقى ايه المقصود بإلغاء القاعدة القانونية؟ إنهاء العمل بالقاعدة القانونية، إزالة الإلزام من القاعدة القانونية، تجريد القاعدة القانونية من قوتها الملزمة، إنهاء العمل بالقاعدة القانونية. طيب مين السلطة المختصة بالإلغاء؟ قال لك السلطة اللي بتلغي القاعدة القانونية، السلطة اللي أصدرتها أو السلطة اللي أعلى منها. السلطة اللي بتلغي القاعدة القانونية، السلطة اللي أصدرت القاعدة القانونية أو السلطة اللي أعلى منها. طب مين السلطة اللي أصدرت القاعدة القانونية؟ قال لك السلطة اللي أصدرت القاعدة القانونية ممكن تبقى الشعب لما القاعدة القانونية تصدر عن طريق الدستور. ممكن تبقى مجلس النواب لما القاعدة القانونية تصدر عن طريق التشريع. ممكن تبقى الحكومة لما القاعدة القانونية تصدر عن اللائحة. يبقى مين اللي يلغي اللائحة؟ قال لك اللي يلغي اللائحة، لأن دي أعلى حاجة، الحكومة أو السلطة اللي أعلى منها. طب مين يلغي التشريع؟ مجلس النواب أو السلطة اللي أعلى منه. طب مين يلغي الدستور؟ الشعب بس.
يبقى الشعب يلغي دستور ويلغي تشريع ويلغي لائحة، لكن الحكومة ما تلغيش إلا لائحة بس. طب مجلس النواب يلغي تشريع ويلغي لائحة، يبقى السلطة المختصة بالإلغاء دي السلطة اللي وضعت القاعدة القانونية، أو السلطة الأعلى منها، أو السلطة الأعلى منها. طب خلاص، يبقى إحنا عرفنا أنت إيه هو المقصود بالإلغاء ومين السلطة المختصة بالإلغاء. طب أنواع الإلغاء، قال لك إحنا عندنا نوعين من الإلغاء. الإلغاء قد يكون إلغاء صريح، والإلغاء قد يكون إلغاء ضمني. الإلغاء قد يكون إلغاء صريح، والإلغاء قد يكون إلغاء إيه؟ ضمني. يعني إيه صريح؟ قال لك الإلغاء الصريح للقاعدة القانونية بيكون بطريقتين، إما في نص صريح من المشرع بإلغاء القاعدة القانونية، إن المشرع بيصدر نص إنه لغى القاعدة القانونية، يبقى ده اسمه إلغاء صريح. يعني لما أجي أعمل قانون أقول لك تم إلغاء القاعدة كذا، يبقى أنا ده اسمه إلغاء صريح. يبقى أنا الأول إلغاء صريح إن بصدور نص من المشرع. طب تاني صورة من صور الإلغاء الصريح، قال لك إن أنا أحدد أجل للقانون، أحدد وقت للقانون، وبينتهي الوقت بيتلغي بالقانون. زي ايه؟ ما بنحدد مده معينه لقانون الطوارئ، بمجرد ما تنتهي مده 3 شهور كده اتلغى قانون الطوارئ، ممكن يجدد تاني بس كده اتلغى. يبقى اتلغى ازاي؟ في طريقين للالغاء الصريح، او صورتين للالغاء الصريح، اما عن طريق وجود نص صريح بالغاء القاعده القانونيه او بالغاء القانون، او بتحديد مده للقانون او اجل للقانون بينتهي بالانتهاء. طب الالغاء الثاني او الصوره الثانيه من صور الالغاء هو الالغاء الضمني للقانون. القانون بيتلغي ضمن ازاي؟ قال لك بصورتين برضو، ان قاعده سابقه لاحقه، قاعده جديده بتخالف حكم قاعده قديمه. يعني على سبيل المثال، كان القانون العمل يقول لك ان الطفل يجوز انه يشتغل عنده 14 سنه، ده قانون العمل عنده سنه كام؟ 2003. جيت عدل في 2008 قانون الطفل، خلى ان الطفل لا يجوز انه يشتغل الا لما يكون عنده 15 سنه. هنا حكمين مختلفين، طالما حكم لاحق بيعارض في حكم وحكم سابق، نقول له اللاحق يلغي السابق، ينسخ السابق. دي اول صوره من صور الغاء الضمني، ان نص جديد يعارض نص قديم. الصوره الثانيه ان القانون بالكامل نعيد تنظيم العلاقه من تاني. بالقانون الجديد عاد تنظيم العلاقه من تاني. افرض مثلا زي لائحه جامعه عين شمس بتنظم العمل داخل جامعه عين شمس، عملنا لائحه ثانيه بتنظم العمل داخل جامعه شمس، وانا طبق اللائحتين، نقول اللائحه الجديده تلغي ضمنيا اللائحه القديمه. طب لو صدر نص في اللائحه الجديده بيلغي اللائحه القديمه، لا ده الغاء صريح مش ضمني كده. بيفرق بقى اخر جزئيه في دي، الفرق بين الغاء القانون يعني انهاء العمل بيه، وتعطيل القانون يعني عدم تطبيق القانون. له فرق كبير قوي. الغاء القانون ان انا بنهي العمل بالقانون، يعني الفعل بعد ما كان مجرم بقى مباح، لكن تعطيل القانون ان انا ما بطبقش القانون. نقول لك لا، عدم تطبيق قانون جريمه، يعاقب من يخالف عدم تطبيق القانون. حتة الفرق بين تعطيل القاعدة القانونية وإلغاء القاعدة القانونية مهمة. حتة الفرق بين السلطة الملزمة السلطة المختصة بإلغاء القاعدة القانونية مهمة. حتة الفرق بين التفسير التشريعي والتعديل التشريعي مهمة. حتة الفرق بين تطبيق قانون الأسر الرجعي مهمة. حتة الفرق في أجزاء كتير مهمة نحددها وهنبقى نمليها، بس نعلم في الكتاب بقية الباب الأول. كده إحنا خلصنا نظرية القانون، خلصنا نظرية القانون. نبدأ بقى من صفحة 50. صفحة 50 نعلمها كلها ونكتب مهم جدا، الفرق بين أنواع المحاكم وأنواع القضاء. الفرق بين أنواع المحاكم وأنواع القضاء. في صفحة 51 بنسيب أول سطر مش عايزينه، تاني سطر مش عايزينه، في وسط الصفحة في مبدأ إقليمية القوانين. ناخد سطرين وخمس كلمات ونكتب تعريف مبدأ إقليمية القانون. سطرين وخمس كلمات ونكتب تعريف مبدأ إقليمية القانون. صفحة 52 بناخد الفقرة اللي تحت مبدأ شخصية القوانين، ناخد الفقرة اللي تحتها ونكتب تعريف المقصود بشخصية القانون. والفقرة التانية ناخد سطر ونص، والفقرة التانية ناخد سطر ونص. نسيب بقى بقية الفقرة التانية وبنكتب عنوان في نص الصفحة كده، قبل آخر السطر 5 سطور في الصفحة نكتب حالات عدم تطبيق القانون المصري داخل مصر. حالات عدم تطبيق القانون المصري داخل مصر. ناخد في 1 أول سطر ونكتب قوانين الأحوال الشخصية، وناخد في 2 أول سطر ونكتب السفارات والحصانة الدبلوماسية. في نيجي في 3 اللي في صفحة 53 نعلم على السطر الأول ونكتب الحقوق السياسية. نسيب بقى كل ده ونيجي قبل 1 اللي هي في نص الصفحة دي نكتب عنوان جانبي حالات تطبيق القانون المصري على الجرائم التي تقع خارج مصر، ونعلم 1 كلها ونعلم 2 كلها،
ونكتب نضيف كلمة نضيف نقطة ثالثة، نكتب ثلاثة: يطبق القانون المصري على السفارات المصرية في الخارج. يطبق القانون المصري على السفارات المصرية في الخارج وعلى رؤساء الدول الدبلوماسيين المصريين بالخارج. يطبق القانون المصري على السفارات المصرية في الخارج وعلى الرؤساء والدبلوماسيين المصريين في الخارج، وكذلك يطبق على المصريين في الخارج بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية. في صفحة 54 تحت نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان، مش عايزين الفقرة اللي تحت العنوان ده، وعند مبدأ الأثر الفوري أو المباشر للقانون نكتب سطرين ونص، نعلم سطرين ونص ونكتب تعريف الأثر الفوري أو المباشر للقانون. آخر سطرين في 54 نكتب جنبهم عنوان جانبي: اعتبارات تطبيق القانون بأثر رجعي. آخر سطرين في 54 نكتب اعتبارات تطبيق القانون بأثر رجعي. 55 مهمة نكتبها كلها ونكتب سؤال امتحان: يا شروط تطبيق قانون بأثر رجعي. 56 ناخد 4 سطور في الآخر خالص، يبقى نلغي الفقرة اللي في الأول وناخد 4 سطور في الآخر ونكتب: متى يكون القانون أصلح للمتهم؟ متى يكون القانون الجنائي أصلح للمتهم؟ صفحة 57، 57 نيجي عند نص الصفحة ونكتب، ناخد السطر اللي هو المقصود بالتفسير، نكتب تعريف التفسير، وعند التفسير التشريعي ناخد آخر سطرين. في 58 ناخد أول سطرين من الصفحة، في 58 ناخد أول سطرين من الصفحة ومش عايزين الفقرة التانية. في 59، في 58 برضه ناخد الجهة المختصة بالتفسير، ناخد الفقرة بتاعتها كلها، وخصائص التفسير التشريعي ناخد الفقرة بتاعتها كلها اللي تحت دي. وأول فقرة في 59 نكتب سؤال امتحان: الفرق بين التفسير التشريعي والتعديل التشريعي. تحت التفسير الفقهي في 59 ناخد سطر ونص، وتحت التفسير الإداري ناخد الفقرة اللي تحت منه، وتحت التفسير القضائي في 60 ناخد الفقرة بتاعت 60 كلها. 61 بناخد آخر فقرة، 62 ناخدها كلها ما عدا آخر سطرين، 62 كلها ما عدا آخر سطرين. 63 ناخد منها أول سطر وكلمة، 63 ناخد أول سطر وكلمة. عند الإلغاء الضمني ناخد الفقرة اللي تحت الإلغاء الضمني وناخد العنوان بس بتاع الصورة الأولى، هو التعارض بين نصوص القانون القديم والقانون الجديد. في صفحة 64 ناخدها كلها ما عدا أول سطرين، وآخر فقرة في 64 نكتب مهم وسؤال امتحان. كده الباب الأولاني خلص عند صفحة 64. تمنياتي للجميع بدوام التوفيق والنجاح. إن شاء الله هنمليكم التلخيص بتاع الباب الأولاني ده كله، فنحدد ميعاد وهنملي في التلخيص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.